مساكم الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيكم بحلقة جديدة من برنامج Muscles Rebuilding. هذا البرنامج اللي يطل عليكم من خلال شاشة تلفزيون الكويت القناة الثالثة الرياضية، وهذا البرنامج اللي من خلاله نسلط الضوء على كل ما هو جديد في عالم ورياضة كمال الأجسام. اليوم عندنا تمرين مميز مع كابتن مميز أيضا، لكن قبل لا نبلش في مشوار حلقة اليوم خلونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن بعده نواصل، خلكم ويانا. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا الفاصل، خلوني أرحب باسمي وباسمكم في الخلوق والمميز كابتن عبد الله الصراف. نقول لك مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، ما عليك زود. مشكور حبيبي يا أبو محمد، قواك الله عليك. ونشكرك حضورك وتواجدك ويانا في برنامج مصر. أنا أشكركم على إتاحة الفرصة، مشكورين. أكيد تستاهل، والناس إحنا دائما نسلط الضوء على هذه المواهب الشبابية والمواهب الطيبة، ودائما ما نقول حق المشاهدين اختار المدرب الزين، اختار اللاعب الزين، اختار المعلومات القيمة اللي تستفيد منها في حياتك. صحيح. نعم. أكيد. كابتن عبد الله اليوم معنا جهاز جميل ألا وهو جهاز المعدة. نعم. المحبب لشريحة كبيرة يمكن من اللي يمارسون هذه المحببة. نعم. العضلة المحببة لشريحة كبيرة من اللي يمارسون هذه الرياضة كابتن عبد الله. نعم. صحيح. لكن في سؤال يراودني. نعم. إذا ألاقي الإجابة المميزة عندك. إن شاء الله. أكيد طبعًا. كابتن عبد الله اليوم انا اذا حاب اني اتمرن وانا طبيعه عملي صعبه نوعا ما، سواء كنت دكتور قول معي الوظائف العسكريه بشكل عام اللي دوام يوم بيومين هالامور هذه، متى افضل وقت انا امارس فيه التمرين؟ صباح، مساء، ساعات النوم؟ تمام، ممتاز. انت الحين طبعا ذكرت مثلا ناس هذيل عندهم يعني شغلات استثنائية. أكيد طبعا. نتكلم بشكل عام. أيوة. عن أي واحد يقدر يمارس الرياضة بشكل طبيعي يداوم الصبح. أفضل وقت تمارس فيه الرياضة طبعا بمجمع الكل هو تكون في الفترة الصباحية. الصباحية. لأنه من يعني سبحان الله من يصير بالليل يبلش هرمون النوم يفرز في جسمك لمن يوصل ذروته، يعني خلينا نقول يمكن منتصف الليل هني يكون واصل ذروته. صح. فالفترة الصباحية يكون هرمون التستوستيرون مرتفع اكثر في الفتره الصباحيه. صح. فدائما الفتره الصباحيه هي افضل وقت تمارس فيه رياضه كمال الاجسام، الرياضه اللي هو خلينا نقول للعصر يعني. ايوه. الفتره هذه تكون على الاقل ماكل ثلاث وجبات. ثلاث وجبات حلوين فيهم كميه كربوهيدرات حلوه، فيول او بنزين. صح. هو يعطيك طاقه شويه باور حق التمرين. نعم، حق التمرين. بالنسبه حق الناس اللي عندهم شغلات استثنائيه او دوام استثنائي، هذا يعني هذا اللي يقدر عليه، شنو يسوي؟ خلاص. أيه. يقدر يلعب الصبح، يقدر ما يقدر يلعب بالليل، مو معناته ما راح يستفيد، لا هو راح يستفيد بس مو نفس من يتمرن الصبح. نعم. ولكن شيء احسن من لا شيء. اكيد. بدل ما انا ما يجي نادي بالمره، لا خليه يجي بالليل مثلا، على الاقل اني اتمرن اخذ نص استفاده، نص فوق شويه تقريبا. الوقت المناسب اذا قلنا انسب وقت حق التمرين الفترة الصباحية. اي، الفترة الصباحية بعد ثالث وجبة. بعد ثالث وجبة. نعم. يعني مثلا نقول فترة الريوق 9 الصبح مثلا. مثلا. وتصير في سناك بالنص اللي هي العشر مثلا. اوكي، احنا يعني السناكات مالت اللاعبين عادة يكونون مثلا مكسرات. صح. حبة فاكهة مثلا. مثلا. صح. ولكن اللي قاعد يزيد وزنه بعد ساعتين لازم ياكل. كل ساعتين تلاقي وجبة؟ كل ساعتين، ساعتين ونص ياكل له وجبة مثلا، فالأقل أنا قاعد أقول يعني ياكل ثلاث وجبات، ياكل أربعة خمسة خير وبركة يعني. ممتاز. أقل شيء ثلاث وجبات. آخر وقت أنت تمارس فيه الرياضة متى؟ المثالي. المثالي العصر. العصر. اي بس خلاص يعني هذا المثال. انا هذا طبعا قاعد اعطيك 100% 100%. صح. أي. يعني بعد الوقت هذا ما اقول لك ان انت ما راح تستفيد. أي. راح تستفيد بس مو نفس لما انت تتمرن، وقاعد اتكلم على مدى طويل. اكيد اكيد طبعا. أي. على مدى طويل، مو يعني مو اليوم انت لعبت بالليل مثلا خلاص. اي على مرور الزمن. على مرور الزمن. نعم. أي. صحيح. يعني اخر وقت احنا نسولف فيه برياضه كمال الاجسام بشكل عام. نعم. نقول مثلا 5 العصر. اوكي مثلا. لاست تايم. اي 5 العصر هذا بالشتاء. بالشتاء. اي بالصيف. عفوا بالصيف 5 العصر.
بلشت يصير العصر الساعه 3-4 المفروض اي لانه خلاص الشمس تغيب انت 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 يعني وضعك راح يكون مع الشمس صحيح متى صحيح. ما غابت شمس خلاص الجسم بالضبط. يفقد الطاقه اللي فيه لانه يهيئ نفسه للراحه خلاص يبلش شوي شوي يفقد يدرج نفسه للراحه يدرج نفسه صح ممتاز جدا جدا اليوم معنا تمرين جميل تمرين المعده مثل ما تفضلنا في بدايه الحلقه يمكن من التمارين المحببه والاكثر انتشارا حق الشباب اللي يحبون هذه الرياضه نعم صحيح خلينا نسولف عن هالجهاز الجهاز اللي ويانا هني هو يعتبر جهاز الابس كرانش او طحن المعده الكرانش اللي وطحن طبعا من طريقه الحركه اللي راح نشوفها الحين هذا الجهاز يعتبر ان انت المعده كأنك قاعد تطحنها تطحنها صح كرانش تسوي كرانش حق المعده بالضبط. الجهاز هذا راح يحرك لك منطقه المعده الثلاث اللي تكلمنا عنه في حلقه سابقه يعني هذا شامل نقدر نقول شامل حق المعده العلويه العلو. والمنتصف والسفليه ممتاز. يحرك لك المعده كلها كامله بالاضافه الى تمرين المعده هذا الجهاز ممكن اتمرن فيه حق الخواصر صح خلينا نشوف اول شيء مع بعض تمرين المعده تفضل طبعا اكيد في اوزان تنحط حق الجهاز من على الجنب واحنا مثل صحيح. ما تفضلت في الحلقات السابقه الوزن على قدر المستطاع صحيح على حسب الوزن على حسب مثلا يعني انا خلينا نقول لما نلعب معده انا بالجوله الواحده بالمعده ابي اوصل على الاقل 20 25 عده مع صحيح. وزن صحيح فاحط الوزن المناسب اللي انا العب فيه الحركه الصحيحه اول شيء القاعدة راح تكون بالطريقه هذه طبعا الجهاز خلاص انت من تقعد على الجهاز وهو مضبط لك الجلسه كلها اي بالضبط اوكي الطريقه راح تكون اول شيء لازم حركه ايجابيه وسلبيه في جميع العضلات الحركه الايجابيه طلع هواء خصوصا بالمعده حاول تفضي الهواء اللي بالمعده كلها خصوصا تمرين المعده نعم بالطريقه هذه راح تشوفونها الحين ومثل ما احنا ملاحظين يمكن كابتن عبد الله انت يصير المقاومه عندك من الجهتين من الايد ومن نعم. الريل صحيح الاثنين عشان صحيح. تحرك المعده بالضبط طبعا الغلط اللي انت لازم ما تطيح فيه بالتمرين هذا انا قاعد اتمرن حق المعده فلازم المفصل اللي يحرك فوق وتحت هو المعده صح اكبس المعده وخلي المعده هي اللي تسحب جسمك فوق صح. وتحت صحيح لا ترفع يعني لا تخلي ايدك هي اللي تنزل الجهاز أيوة حاول النزله تصير من المعده من المعده التركيز دائما التركيز صحيح. هو اللي بالضبط. يعطيك الاداء المميز صحيح صح التركيز باي اكثر عضلات. استفاده صح ما احنا هذه المعلومه اللي يمكن يجهلها الكثير من اللاعبين كابتن عبد الله نعم تركيز الفوكس على الجهاز نفسه الفوكس على العضله نفسها صحيح صحيح فهذا شيء ترى صعب يعني مو بسهوله ان اللاعب يوصله في البدايه هذا اي بالتدريج بالتمرين بالايام صح مع الاوزان الخفيفه بدايه أكيد. ابدا باوزان خفيفه اعرف التمرين شلون يصير لان انت سبحان الله مخ الانسان يسجل الحركه يتبرمج صح يتبرمج على حركه انت قاعد تلعب وزن خفيف قاعد تخزن الحركه اللي قاعد تلعبها فمع زياده الوزن راح تلاقي جسمك تلقائيا يلعب الحركه الصحيحه لان خلاص الحركه تخزنت بس اذا حطيت وزن ثقيل من البدايه وقعدت تتمرن راح تتخزن عندك التمرين غلط يتخزن غلط فخلاص راح الغلط راح يمشي وياك ممتاز جدا نعم. جدا هذا كان تمرين المعده لكابتن عبد الله الصراف وان شاء الله تكونون استفدتوا من التمرين الجميل ومثل ما تفضل كابتن عبد الله ان طريقه التمرين لازم تكون مركزه اكثر على المعده مثل ما قلت اسم الجهاز اللي هو كرانشي نعم كرانش ايوه ابس كرانش اللي هو طحن المعده هذه المعلومه الجميله اللي انا استفدتها من الاطفال بالفعل صدق انت قاعد تطحن المعده فتلاقي من تحت ومن فوق صحيح. قاعد تسكر على المعده نعم. لكن هم نرجع ونقول انه مش بالضروره انك انت تلعب معده يوميا معناته ان المعده راح تطلع مبكر صحيح نعم اكيد طبعا كل الشكر والتقدير لك كابتن عبد الله مشكور على سعه صدرك ومشكور على المعلومات القيمه اللي قاعد تعطينا الله يسلمك ما سوينا شيء مشكورين قوارك الله كذي اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لختام حلقتنا على امل نلتقي وياكم ان شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبل تحياتي وتحيات أسرة العمل وفي أمان الله.